بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا هدنا وثبت أقدامنا فيما تحب وترضاه، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة، وجعلنا ندعو إلى محبتك وندعو إلى الاعتزاز بدينك، وجعلنا نذود عن حرمات دينك. آمين يا رب العالمين، وصل وسلم على كل الأنبياء والمرسلين يا ربنا يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنرى إن شاء الله تعالى ببركاته وتيسيره وإذنه بعض وجوه لا تخص الإنفاق المال. مثلا يقول المتنبي: وما ثناك كلام مثل العذاب، يعني الناس اللي ما نالوش منك مال ونال واحد داخل يقول لك الله، لماذا تصنع هكذا؟ لو كان المال ما الوضع بأي ما قالوا هذا الكلام. ايش يقول؟ وما ثناك كلام الناس عن كرم، ومن يصد طريق العار للعقل. يعني وقت يجي الخير اشكون يرد ابدا، لا راد الا الله في قضائه في عطائه في منعه، هو المتصرف الوحيد في كل شؤون حياته وشؤون خلق الجميع. وقال اخر: واني امرؤ عودت نفسي عاده، وكل امرئ جار على ما تعود. واخر قال: يلام أبو الفضل في جودي، يلام أبو الفضل في جودي، وليملك البحر أن لا يفيض. وعلى كذلك في إنفاق، فما حافين عليه من حتم الطائف، يقول: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأقاويل والذكر. يعني يشكروا على حسن سمعه الإنسان المنفق، حتى المنافق يشجعوا لأنه مش يزيد الناس بالتشجيع. يعني إنفاق بالإسراف دائما يرضي الكثير من المحيطين بالمنفق، لكن هو غالب على قدر، هو أسرع بالإكرام والرحمة والتوسعة والمدى. وقال بشار: أخالد إن الجود يبقى لأهله جمال، أو يبقي لأهله جمالا، ولا تبقى الكنوز على الكتف، ولا تبقى الكنوز على الكتف. وقال آخر في إنسان آخر أو فيما يتم له تصور الكنوز: رأى المال لا يبقى فأبقى به حمدا. المال هو زائل، لأنه دائما يتعاور الناس، لكن شنو اللي يبقى في إنفاقه؟ هو الذكر الحسن. كذلك المال لا يقينا من المنية، من المنية تأتي للفقير والغني، وهذا ما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا أبناكم ولا أموالكم مستقيكم من المياه. يقول من ليست مخرجة، يقول حاتم الطائي: أعادل إن الجود ليس بمهلك، ولا يخرج النفس الشحيحة لأمها. والرجل منها كيفاش يتعمق في شأنه لآخر الكلام. وقال آخر: إني وجدتك ما تخلدني مئة شقير أعفاء وآخر. آخر: هريني فإن البخل لا يخرج الفتاة
ولا يهلك المعروف من هو فاعله. يعني المعروف هو من لا يحيا لكن الإنفاق عليه، وإن كان حتى في يد غير واهل لذلك. وهذا حديث نبوي كريم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: صدق إنسان حدث نفسه بأن غدا سيتصدق، فوقعت صدقته في يد سارق، ونساو أن يكسر الطلقة قبل يستحي، ومعرفش يسرق. بعد في يد عاهرة بغي من بنات هوا، ونساو أن ربما الملائكة السرية يعني ما خرج إلى هذه المهنة المخيفة إلا الفقر. وحنا نعرفوه الشعب المغربي كله مظلومات، يعني لا الأب ولا الأخو ولا الأم ولا العم ولا الخال ولا الجد يفكروا في حماية البنات من الأيدي العابثة. فماذا تصنع عليها إذا كان عندها أبن سواء كان شرعي أو غير شرعي؟ ويلزمه طبيب ويلزمه علاج ويلزمه كشوف ولا حاجة، ماذا تصنع؟ إن لم تجد من يتكرم عليها، من يعطي سبيل الله يسقفها، من يقرها. يقرها بها سبتهم تريبا ايه، اما يقرها مالا بعد ربما ربما ينعم عليها بمهنة ولا بعطاءات من كرام للهئام. وانا ما لا معرفش انا الانسان في وقت ما كنتش على بال انت رجعت شو العيب في ذلك؟ علاش تحرموا لي يا كنت؟ بين ابن جهنم النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اتقوا الله في الضعفين اليتيم والمرء. اذا ما اكرمه ولا كريم ولا انا ولا لئيم انا كثير انا متحدث سابقا. لا نقول حديث ناكل شريف فلا العدة ذيك بعد ما كانت ممتهنه بعد ما كانت تحت الحاجه من مسروقه، لكن صدقه ذيك تولي ما لا تشد الطريق ويكفر ربي عن الذنوب. ورينا في القران العظيم اللي ربي يتحدث على الناس معصم النساء هما اثم كبير لله، فاذا تقول انه انت تمتع المراه وتجني جسدها وتعطيها التعذيب الكبرى وتراقبها وتحاسبها وتؤذيها وتتكلفيها، وربما تدخل عليها الناس اللي بالانثى شرا اكثر من شر جنسي. وانا ما اللي بيفيد المراه هذيك لم تجد من الكره، لم تجد من الكره من الشعبها، فشد في طريق الظلام. نحن نصدق من غير ما نعلم اما لو فيها وهي ما كلها قصدي شوف ربي سبحانه وتعالى من احيا نفسه انا ما احيا نفسه. الصدقه الثالثه وقعت في يد الغنية ذلك وقت اللي يجي ويلقى شكون يصدق عليه، شكون يقول مش دم ويقول كيف عندي انا ابوالي ولا تربى من تفوق اموال قارون ولا شحيح ولا كموش يعني غداء كان بالفرنسية يعني قيس الحارس للمال، يعني ربما شي صدمة نفسية ويستحي يقول لي هذا ربما هو فقير، لكن أخلاقه العالية دفعته إلى أن يتصل بحاله. هنا مش كما يقول ربي سبحانه وتعالى أنت تقسم حتى العدو ينقلب ولي حميم. إذا نرجو لأصل الكلام حين تنفق من قلبك عند الله بذكر الحسن والجائزة الكبرى بفضل الله تعالى ودع عنك التكميش وكل ما هو عياذ بالله منع الناس من فضل المال يعني ولا فضل كلامك. الفضل هنا يعني هو في الجيد مش الفضل الذي لا فائدة منه ولست بحاجة إليه. يا اعتموا روحكم الناس أموالكم اكسبوها بحلال وفقوها في وجوه اللي تزيد من عجز الكرام في مكان التفريغ. السلام على المتابعة الهدى.